صباح الخير مشاهدينا، فكرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل إن تكون حملتكم معك كل الأخبار الحلوة والإيجابية لنهاركم. شو نصايح عالم الفلك لإلنا اليوم؟ رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. انت راضي اليوم بالإجمال على شغلك وعلى كل المشاريع يلي نفذتها من فترة، بس بلش التعب والإرهاق يبينوا عليك. بنصحك إنك تاخد فرصة وتبعد عن جو الشغل قد ما فيك، أما عاطفياً ما تتردد وصارح الحبيب بحقيقة مشاعرك وخلي علاقتكم مبنية على الصراحة والسعة. برج الثور، بعدك مشغول بمشاكلك المالية وما عم تعرف تسيطر على مصروفك رغم أنه مدخولك تحسن عن الفترة الماضية. عاطفياً ما تفتعل المشاكل مع الحبيب على أمور سخيفة وبسيطة، وكون رايق قد ما فيك وتفهم وجهة نظره. منكمل مع برج الجوزاء، يوم جديد كله لقاءات واجتماعات عملية مثمرة. حاول انك تكون انسان موضوعي ومنطقي قد ما فيك، وما تتأثر بطرف معين حتى لو بتربطك فيه صداقة او قرابة. اما بالحب بتقرب من الحبيب لانه هو كمان بحاجة لك هيدي الفترة اكثر من قبل بكثير. برج السرطان، حاول تكون اكثر ليونه بالتعامل مع زملاء بالشغل او حتى مع شريك حياتك، فالتصرفات المتسرعه عم تترك انعكاسات سلبيه على مجرى حياتك. صحيا كل التعب والكسل يلي عم بتحس فيه ممكن يكون سببه نقص بالفيتامينات. نوصل لبرج الاسد، انت اليوم من الاشخاص يلي بينشروا السعاده والتفاؤل مطرح ما بيكونوا، وبالتالي بتاثر بطريقه جدا ايجابيه على كل المحيطين فيك. تابع اعمالك بجديه ونشاط لانه الكواكب وخاصه كوكب الحظ عم بيقدم لك الدعم بكل المجالات. مولود برج العذراء، بعد قد ما فيك عن الأوهام والأحلام وخليك عم تعيش الواقع وما تصدق كل شيء بينقال لك، وحاول إنك تتأكد من كل شيء بتسمعه قبل ما تاخذ قراراتك تما تندم بالمستقبل. أما بالحب ما فيك تخلط حياتك العاطفية مع حياتك العملية والاجتماعية، وحاول تفصل بيناتهم إذا بدك تكون ناجح فيهم كلهم. نوصل لبرج الميزان، عم بتبلش بمغامرة جديدة عم تحلم فيها صار لك فترة وبتنجح فيها بسبب إصرارك، فأنت إنسان جدا طموح وبتيأس بسهولة وبتضل تحاول كرمال توصل لهدفك لو قد ما كلفك الأمر. بيوصل لك معلومات وأخبار إيجابية عن موضوع كان له فترة الآن، وبتوصل لحل توافق فيه بينك وبين الخصم. نوصل لعزيزي العقرب، عزيزي العقرب قريبا رح تخلص من كل هالعرائيل والمشاكل يلي كنت واقفه بوجه تقدمك بالعمل، فما تسمح للتعب او التسرع بانه يحرمك من لذه النجاح والتميز. خبر عائله حلو ممكن يفاجئك ويفرحك، فكون حاضر لاستقباله بالفتره الجايه. اما برج القوس، يوم لتنتقل كرمال محل جديد بعملك او بالمنزل، يمكن تغير مكان شغلك او مكان يلي ساكن فيه. رح تجيك فرصه عمل خارج البلد، رح تفكر كثير منيح قبل ما تقبل بهيدي الفرصه كرمال ما تندم بالمستقبل. برج الجدي، بتلقى اليوم فرصة عمل جديدة مفيدة لإلك وبتخدم مصالحك، حاول تنهي شغلك ومسؤولياتك بالوقت المحدد لأنه ممكن تضطر إنك تغيب كم يوم عن السماع. عاطفياً خصص وقت أكبر للعائلة. نوصل لبرج الدلو، رغم الكاريزما وثقتك بنفسك اللي بتتمتع فيهم، الافضل اليوم انك تاجل اي قرار مصيري، فانت مشوش شوي وكثره الشغل والمسؤوليات بشكل عام عم بخلوك ضايع وخاصه هيدي الفتره. نوصل لبرج الاخير، برج الحوت، بتحقق بعض اهدافك اليوم، كما انك بتتلاقى باصدقاء صار لك فتره ما التقيت فيهم، يعني بالاجمال فينا نحكي عن حياه اجتماعيه ممتازه هيدي الفتره لإلك ايها الحوت. اما عاطفيا الغيره عند الشريك عم تخليك تتصرف بعكس شخصيتك وما عم تخليك على راحتك، الافضل انك تصرحه باللي عم يزعجك فيه من اول الطريق كرمال ما توصلوا لطريق مسدود بعد فتره. مولود اليوم، التفاؤل والضحك الحلوة هن يلي بيميزوا مولود اليوم عن باقي مواليد هيدا الشهر. الاحترام بشكل عام، إن كان احترام الآخر أو احترام الذات، شيء أساسي بالعلاقات الاجتماعية والعاطفية، وهن سبب استمرارهم ونجاحهم بالنسبة له. بحب الطبيعة والسفر وبيهوى كل شيء له علاقة بالفن.
أصدقائي هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوروسكوب. أنا أحب أذكركم بالإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألونا أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، أوروسكوب إليان @hotmail.com، وأنا أكيد رح أجاوبكم على كل الأسئلة بالفقرات الجاية. أما هلأ بدي أترككم مع باقي فقرات MTV Live لليوم، وأنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة من عالم الفلك. إلى اللقاء.